مفتخرين اليوم كشركة أدرك في المشاركة والمساهمة في حملة بسوط الخير لأشقائنا في تركيا وسوريا. طبعاً هذه تعتبر مساهمة مهمة من قبلنا كشركة وطنية في أدرك، وأيضاً هي تماشي مع الاستراتيجية العامة لأدرك في كل ما هو لخدمة المجتمع سواء في داخل الدولة أو خارج الدولة. طبعاً شراكتنا استراتيجية مع الهلال الأحمر، ودائماً هاي الحملات في دعم جسور الخير مستمرة سابقاً وراح تستمر بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في دعم إخواننا في ما صار في هناك، كان جائحة أو كان أزمة في الدول الصديقة والقريبة مننا.